كل النجاح الثقيل الذي يقوده البعض مع زملائه وهو عبارة عن مقالب تؤدي إلى الزعل، كأن يتصل الصديق على زوجة صديق ويخبرها بأن زوجها تزوج عليها. هذا حرام لأنه أذى للمسلم على يده، وليس هذا من باب المزاح، هذا من باب الكذب ومن باب الإساءة إلى الناس ومن باب ترويع الناس، فهو حرام. نعم.